الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة. الكباش مستمر والموقف صعب. نحن كل سوا مع المقاطعة، مع المقاطعة. لكل الطلاب اللي عندهم امتحانات يوم الخميس راح تكونوا إن شاء الله بمراكزكم الخميس الصبح. في السادسة لا رئيس ولا مانع من التشريع. إنه حق البرلمان بالمشرع هذا موجود، لكن تضيع النظر للظروف التي نمر بها. وفي الخاص لكل فريقه في المونديال. برازيل، روسيا، مونديالنا نحن بالمكفافي. مفاوضات نووية إيرانية أمريكية في جنيف. الإبراهيمي كيميائي خان العسل والغوطة من المعارضة. وفي النشرة حلبة أم الصبي. ذكي كتير، ذكي بيفتح حلبة كلها لحاله وبيرجع البيت ما بضيع. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.